هذه المسرحيه تتكون عندي 23 عام. هذه مسرحيه اسمها مسرحيه الشطرنج لي جو ديشيك. هذه كلمه الشطرنج لي جو ديشيك من بعد تفهموا عليها لا فين تاع المسرحيه. هذاك ماليش في الضايع. سمعني كنت في الشو مي مكتوبه بالتقوال. هذا تقوال سي ان جونر تاع تياتر تقوال. يعني كشغل كاين لي كونتور قواله وفي لي بياس كيما هكا اكزيست با ان بيرسوناج un petit extrait, mille fallik. Non, moi je suis en vous, donc pas difficilement en état. On va dire. Sabr, c'est un عنده ضعف في الخزرة ما يشوفش مليح ودير نظريات غلط شوية. شعره سود وفي القناة متوسط. شخصيته معزول جابد روحه من كل الناس من القعدات القهاوي التجمعات يتكلم إلا في الضرورة. يلاحظ كل شيء من بعيد وما يدخل روحه في حتى حاجة. في أغلب الأحيان المواقف تبقى بينه وبين روحه. وهذا خاصة في الأمور اللي تتعلق بوضعية الحياة الاجتماعية داخل البلاد. وما يدخل روحه في السياسة على جال كيما يقولوا الدعوة ماشي صافية. الناس كلهم يحبوه. شاب قدره ومحترم الجميع. في الحومة اللي ساكن فيها من فوق السلام ما يسمعوا من عنده كلمة. في الحقيقة ما عنده تصديق. الصابر الحساس بي يحب وطنه وأمله كبير في أن يشوف واحد النهار بلاده شامخة ومحترمة. مستقرة وسايد فيها السلام. الصابر الحساس بيحب العلم. ولو كان عنده ميول من جهة الفن ولكن الظروف ما ولمتش باش يكون رسام كما كان يحلم في الصغر. المكان والمنصب اللي يشغل ويخدم فيه يهمه بالكثير ويحب يؤدي العمل تاعو بأحسن ما يرى. سماه الحساس بي على جال من الصغر عنده واحد القدرة بالك خارقة شوية للعادة وما تتوفرش عن جميع الناس. الحساب بمجرد ما يشوف أرقام وتعرض عليه عمليات حسابية يجاوب في أقصر وقت ممكن. حاجة أخرى إذا أعطيته بالمثيل صار في يده ولا بغاه بالعشرة دور الله يرحمها بمجرد ما يكيله في راه يعرف المبلغ المالي أقوي في هذا الميدان نتاع الحساب. ولهذا بعد ما درست الثانوية وبعد ما تحصل على عدة شهادات تقديرية في المنافسات داخل الوطن اللي تخص الرياضيات سجل نفسه في الجامعة وأصبح طالب يقرأ بعزم ليتحصل على شهادة التعليم العالي. ولكن الحظ ما ساعدش بحيث في السنة الثالثة من التكوين اللي كان متخصص فيه وقع حادث ما كانش يتوقعه الصابر. بدلوا الاتجاه الحياة اللي كان ماشي ياخدها. الأب نتاعو مرض مرض خطير قضى به لمدة قصيرة ومن بعد وفاته المنية وتوفى أب الصابر. أب الصابر كان مأمن في ولده وعرفوا بلي إنسان يصلح لهذا الوطن. بحيث سيرة الصابر من صغر تمشي في طريق حسنة. وقبل ما يتوفى الأب نتاعو جمع مع الصابر وهذا مع الفجر وقبل ما يموت نتاعو بالنهار. كان مكسل على الفراش وبحده قرعة ماء وطلب باش يشعلوا شمعة ويطفوا الضوء ويقعد معاها راس راس وظف كل قواه باش يتكلم وفي الأخير نطق وقال يا وليدي انا ما بقاليش بزاف نغادر هذه الحياه من هذا الاختبار اللي يفوت كل انسان. هذا اجل والاجل مكتوب وما يغيره حد. يا وليدي بالك تخرج روحي في هذه الدقيقه اللي نتكلم فيها بالك من على لحظات والله اعلم من صحتي وين تكون. بغيت وحرصت باش نوصيك يا وليدي ولو عمرك ما غيطني ولا سببت لي مشاكل وكنت الود المثالي اللي تمنيته. حبيت نوصيك انا عام نوصيك على حاجه يا وليدي. امك يا وليدي ما تسمحش فيها وما تغيدهاش. امك يا وليدي مرأة القدوه هي المثال في كل شيء اللي متعلق بالسيره في الحياه.
عمرية وليدي ما جادلتني ولا رفعت صوتها ولا زدت معايا في كلام. أمك رمز وتاريخ للصرامة. أتهلا وقعد كي عرفتك ما تبدلش. ما تبدلش وخليت لك الحماية. الحاجة الزوجة وطنك. وطنك ما تسمحش فيه. هذا الوطن غالي بزاف عليا. ربما حبي الوطني ما يشبهش إحساسك لهذا التراب. ولكن اليوم لاراك حرة نعم على جال الناس قادوا معركة واخداوا عزم بأن أبناء هذا الوطن يعيشوا حرام. ولو الناس حب تستولى حب تطغى بعد كيبعد السماء على الأرض. ونوصيك وليدي أن تساهم في نمو هذا الوطن ونحرص ولو وصلت إلى أعلى منصب أن تقوم المساواة والعدل. دافع وفدي على وطنك من الناس اللي خربوا في التاريخ ويفتوا في الوحدة. الحمد لله اللي انت راك راجل وقاوم وعلى بالي باللي انت فاهم مقصودي. واعطيني كلمتك وخليني نموت هاني مرتاح البال. رمش الصابر عينيه ومسح الدمع. رفع رجليه شوارب ويستقبو متأثر وهدرته كلام الألف. وبعد ما صرت الطريق جاوب بصوت منخفض مملوء بالحماس. ما زالت البركة يا با. ما زالت صغير. ما زالت لحيتك سودة. ولكن عهدك وهذا بالشرف وباسم اللي يجمع عائلتنا والعرق الدم بأن ساهم في نمو على حساب ما نقدر. وندافع على أمي ووطني بآخر نفس محياتي. وأن نكون صالح في هذا المجتمع يا با. انت على بالي اللي وصيتني هذه الاشياء اللي وصيتني عليهم امي وطني قبل ما يكونوا هدف هذا المبدا. وكمل الصابر في الحديث هو والاب نتاعو بعد ما وعدوا تبسم وسالت الدمعه على خد الاب. الصابر حساس بي من هذاك النهار وهو متشاور مع عقله. وفي الاخير بعد وفاه الاب قرر وترك الدراسه واصبح يحوس على الخدمه ويسقسي الناس يبحث يقصد الله يسامع اليوم هدرة يقرأ جرائد يدور في المؤسسات الوطنية الخاصة اللي يقول آخر واللي يقول الخدمة يا خويا قافرة هاد الأيام. هذا الصح غادي يخلقوا مناصب شغل. هاصبر شوية غادي الخدمة تفيد في البلاد حتى تهولوا ما تجيوش تخدموا كاع. اللي قال له بصح ما غاديش تقارع بزاف على جال رانا في وقت سمون استثمار استنى التمار اتفهموا وغادي يستوردوا حتى خدمة من الخارج. اللي واللي قطع الياس وقال هذه الناس ما لقاتش حتى جماعة باش تريح وانت تحوس على خدمة. باش نقول لك اخوان الخيان وراهم بزاف حتى هما شوما على ما ترش عند هادوك اللي راهم يدخلوا حتى في الامن في الخوصاصة مؤسسات اللي يكبروا رجال باش يعصوا على اصحاب المال. الصابر الحساس بي أصبح يشري يومياً الجرائد كلهم يحوصوا على الخدمة على الخدمة ولكن طالبين على استعجب الصابر وقال في نفسه ربما العجزة اللي في الإدارة فهموا خلوا ما جاء الشباب والجيل الجديد أقصدها متعجب مستغرب وفي طريقه يخمن في القضية حتى ليوصل المضرب اللي نعتينا له. المؤسسة هذه مزوقة فيها الزخرفة آخر طيرة تقوي بالوشام اللي على الحيطان. الرخام اللي محوط عليها يبين على نجاحها من البداية. الباب الكبير منقوش وقف بعد ما تمتع في هذه الألوان مدروسة بإتقان تطب مكان حد. اضغط على زر الحس مكان حد. حل الباب الريوة كبير وعدة مكاتب. الصمت وما تسمع إلا حس المواشين. زاد خطوة على الحيط اللي مقابل بورتري تاع شخص تصويرة كبيرة لوحة زيتية كيف تاع المعارض الرسامين عليها وجه بنادم إنسان نيفو كبير عينه مبلقين وفيه توحيمة في راسه. البشرة نتاعو سمراء حامل سيجار وخاتم كبير في صباعه. الصابر بقى يتفهم بينه وبين روحه حتى هذه التصويرة علاش ملصقينها في الحيط. ربما يخوفوا بها الزبون
بصح هذا ماشي في مصالح المؤسسة. فهم، ربما هذا اللوحة من اللوحات الغالية المبهامة، يعني فيها تفسير نحاول نفسرها. أنا كون جعلية هاد اللوحة تعني الظن الحضرة، هما مقابل اللوحة ويتكلم يتساءل مع نفسه، يهزوا واحد من الذراع نخلع صابه وقال بشوية عليك سي محمد خلعتني ما راكش تشوف فيا ساي في هذه التصويرة. جاوب السيد مين دخلت واش من سبة جابتك، باغي تصبر باغي تباصيني تقضي عليا، انت جاسوس انت صحافي وراهم راسلين باش تكتب في القطاع الخاص وتدمه، انت راك داخل باش تراقب السلعة. استعجب الصابر في السيد ما فهمش كلامه، قال انا معي تنطبطب معي تنطبطب ما لقيت حد. الباب محلول دخل قطعوا السيد وقال اش اسكت ربي صالحك عليا، هذا بنادم انا العساس وحت نشري قهوة مالك شخصك، جيتكم على خدمة سمحت لي راهم يخدموا جمارات لا سيبر سيبر برافو برافو. دونك سي توا كي اكري سا؟ وي 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 سي اون. ما يل غاست لا لا سي اون فريمون او ديبي ديبي باسكو يورا بلان دو شوز. اي تي ا ديجا مونتي لا بيس سور سين؟ نون سي با مو سي دو ميتير اون سين. Ça c'est super, je trouve ça joli. Parce que j'avais 23 ans quand je jouais à l'idée. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oui, bien sûr. Écoute, d'ailleurs, quand tu l'as lu, tu l'as retrouvé de. Ah oui, cet après-midi. Ah, ouais. 6 ans après. Ah ouais. Le texte est très joli aussi. Ah, on va voir la fin. C'est pas de l'arabe, c'est pas du français. Ah, c'est typiquement Aloulia. C'est Aloulia. Tu vois les joueurs et tout. Exactement. Exactement. Bravo et merci. Ben, si vous voulez, à chaque fois, je lis un chapitre parce que c'est. Malish, c'est rien. Malish, à chaque fois, on dure un chapitre. Il faut comprendre les choses lesquelles les jeunes ne se lisent pas. Là, c'est bien, c'est bien. Il faut se faire plaisir et merci du partage. Et tout ça. Et tout ça. Ça, les amis, quoi, les sepchaïkoul et tout. عن زعفان إتو exactement تكي حسبوني مهبول إتو.